بعد شنو معناتها؟ خلينا نفهموا علاش الساعة فيتشر ريتينغ أقدمت على هذا التقييم الجديد ورفعت في التصنيف الائتماني لتونس من 3 موا إلى 3 بلس. تقول الوكالة تقول كونه تونس قادرة على تسديد ديونها والإيفاء بالتزاماتها الخارجية رغم محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي وعدم اليقين بقدرة القطاع المصرفي التونسي باش يتحمل الكميات الكبيرة من الدين المحلي. يدخل كذلك أنه على خاطر تونس قدرت باش تخفض من الحساب التجاري يعني من العجز التجاري نتاعها والعجز الجاري وهذا أدى إلى تعزيز الاحتياطات من العملة الصعبة واللي هو بقى فوق 3 أشهر باش يبقى فوق 3 أشهر حتى عام 2026 بالرغم من غياب برنامج مع صندوق النقد الدولي وهذا بالرغم من كذلك أنه في جانفي 2025 سندات يورو بقيمة مليار دولار وسندات يورو بقيمة 700 مليون يورو في جويليا 2026 كذلك تقول الوكالة أنه العجز المستمر في الميزانية قاعد ينخفض ولكنه في الحقيقة الاستحقاقات والاحتياجات متاع التمويل للفترة القادمة باش ترتفع بصورة كبيرة برشا وفي هي باش تبقى في حدود يعني 18% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأعلى من 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 25-26 مع العلم أنه كنا في حدود 9% من الناتج في الفترة 2015-2019 هو الكون المستوى هذا أراه عالي برشا مقارنة بالدول اللي هي مصنفة كيفنا يعني ترواسي بلس. تقول الوكالة كذلك أنه احنا حسنا في الترقيمة متاع تونس على خاطر تونس قدرت باش تعبي مبلغ نتاع 2.8 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى نتاع 2024 خاصة من الشركاء الثنائيين معناها من الدول اللي اشترطت في البداية الموافقة مع صندوق النقد الدولي ولكن في الأخير أعطت لتونس والوكالة عندها ثقة أنه تونس قادرة باش تزيد تعبي 600 مليون دولار أخرى من هنا لاخر العام. معناتها نجم يزيد يتحسن التصنيف؟ لا هي تحسنت على خاطر هي واثقه من الشيء هذا. فوالا معناتها عامنا قولوا احنا باني عليه هذايا المنتظر انه هي باش فوالا. سيت باز هي اللي حسنت واضح تقول الوكاله راهو ما نتوقع لو الحكومه التونسيه ماهيش باش تمشي مره اخرى للبنك المركزي على الاقل بالنسبه للعام هذا. لأنها مشيت ديجا وخذت 7 مليار دينار ووقع استعمال جزء فقط اللي هو تقريبا 3 مليار دينار تونسي اش خلصنا سندات بقيمة 850 مليون يورو في فيفري 2024 تقول الوكالة كذلك أنه القطاع المصرفي المحلي مازال عنده القدرة اش يزيد يمول نفقات الدولة خاصة وأنه الودايع لبارني قاعدة تنمو بنسق أسرع من الطلب على القروض ولكن ردوا بالنا هذا باش يزيد يعرض البنوك العمومية للخطر لأنه الخطر الأكبر باش تتحمله البنوك العمومية لأنه الحذر ديما موجود من طرف البنوك الخاصة كذلك الوكالة هذه حسنت الترقيم السيادي بتاع تونس لأنه تونس ماشية في سياسة التقشف خاصة على مستوى فاتورة الأجور يعني حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي قاعدة تنخفض والانخفاض هذا قاعد يساعد في نسق الأسعار اللي قاعد يرتفع أكثر من الزيادة متاع الأجور يعني المقدرة الشرائية قاعدة تنخفض هذه ما قالتهاش هي خطر ما يهمهاش في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وتقول خطر نفقات التنمية قاعدة تنقص ونفقات الدعم قاعدة تنقص مش على خطر تونس ماشي في الإصلاح طبعا منظومة الدعم
على خاطر الأسعار العالمية للمواد الأساسية والمحروقات قام في مستوى أقل من فرضية متاع ميزانية الدولة، وبالتالي هي رابحة في العملية هذه. والوكالة تقول لك على الأقل بالنسبة للسنة مش مطالبة الحكومة التونسية باش تمشي في عملية إصلاح متاع منظومة الدعم، لأنه الفرضية تبقى ديما أرفع من الأسعار العالمية للنفط الموجودة حاليا، وبالتالي هي الميزانية تاع الدولة رابحة في الحكاية. ولكن في المستقبل إذا كانوا الأسعار ترتفع العالمية، الأسعار العالمية النفط تزيد ترتفع، الحكومة التونسية يلزمها ترفع، يلزمها تمشي في الرفع التدريجي متاع الدعم، ما كانش من بعد دخول في الأخر راني باش نخفض في التصنيف السيادي اللي كان ما تعملش الإصلاح هذا. لا تقول كذلك، تقول كذلك أنه يعني الدين راه باش يبقى عالي وعالي برشا في أكثر من 80%، وهذا خطر من المخاطر اللي يمكن تتعرض لها الميزانية تاع الدولة التونسية. تقول كذلك على المستوى السياسي أنه المخاطر السياسية ضعيفة وما مش بشتاقة توترات اجتماعية ولا اضطرابات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتتوقع الوكالة أنه باش يقع إعادة انتخاب رئيس الحالي وبالتالي استمرارية نفس السياسة المتبعة، واللي هي تقريبا عجبتها الفيتش ريتينج على مستوى التقشف. الأخر تقول كونه أتنسيون للمؤشر الحوكمة اعتمادا على المؤشر الحوكمة تاع البنك الدولي WBGI، إذا رأوا تونس التصنيف نتاعها مش باهي، وهذا يعكس تدني الاستقرار السياسي ويعكس دولة القانون ماشي مطبقة بالكدا، وحقوق المشاركة في العملية السياسية والقدرة المؤسسية، وفما مستوى تاع فساد موجود. واضح. تقول في الأخر رأوا نجم نخفض في التصنيف القادم إذا كان الحكومة التونسية فشلت لا قدر الله في الحصول على التمويلات اللازمة، ونخفض إذا كان يتاقع انخفاض في الموجودات مع عملة صعبة تحت 3 أشهر. وتقول لكن كذلك نجم نزيد الرفع، وكان الرفع معناها ندخله في الزون دي داهية، هذا إذا كان الحكومة التونسية تلتزم بتنفيذ الإصلاحات وهذا يمكن من تخفيض عجز ميزانية الدولة. وتقول كذلك في الأخر، تقول كذلك إذا كان الحكومة التونسية قادرة على مزيد تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة. هذا العوامل اللي اعتمدت فيها اللي اعتمدت عليهم في تشويتينج باش تحطنا في السي سي بلس. لكن أنا إراء نتاعي هاو كيفاش باهي، أنا نقول التصنيف هذا راه هو تصنيف موجه أساسا إلى المقرضين وخاصة المستثمرين الأجانب في السوق المالية العالمية. وبالتالي التحسن في التصنيف هذا لا جيد بالنسبة لصورة تونس صحيح، لدى شكون؟ لدى المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، بالرغم اللي احنا ما نحبوش نتعاملوا معه، لكنه التحسن هذا ما خرجناش من القائمة تاع دول مصنفة رواسي عالية المخاطر، وبالتالي بالرغم التحسن هذا لا رانا ما نجموش نخرجوا على السوق المالية الدولية. لأنه صحيح احنا قاعدين نخلصوا في ديوننا، لكن فما دي ريسك مخاطر عالية. الثانية هو أنه الوكالة هذه اعتمدت على تحسن المؤشرات المالية، من تحسن الموجودات المعاملة صعبة، هنا نخلصوا في ديوننا، هنا الميزان التجاري والجاري قاعد يتحسن، وهي إنجازات مهمة صحيحة، صحيح مهمة، أما مش واو، يعني مش واو إنجازات كبيرة برشا. علاش؟ لأنه احنا حتى قبل كنا نخلصوا في ديوننا، لكن احنا والوقت الحاضر قاعدين نخلصوا في ديوننا بكلفة اقتصادية باهظة، اللي هي شنية؟ احنا قاعدين نعمل في تقشف على مستوى التوريد المواد الأساسية والأدوية، هذا لا على حساب قوة التوانسة وعلى حساب صحة التوانسة. لكن كذلك والأخطر من هذا هو أن قاعدين نتقشفوا على توريد المواد الأساسية ونصف المصنعة، هذا اللي كان ما تلقاش المؤسسات نتاعنا المواد الأولية ونصف المصنعة عش تعمل تقلص في الإنتاج، لأنه احنا ما نجم ننجو إلا ما نجيبوهم، خاطر احنا اقتصاد تبعي. هذا ايش باش يعطي؟ باش يعطي يعني انكماش اقتصادي والخسارة على مستوى المؤسسات، وبالتالي الموارد الجبائية للدولة باش تتقلص،
كي تتقلص الموارد الغذائيه للدوله نجمو نعملوا على رواحنا احنا على الاعتماد على الذات ما نجموش. وبالتالي هذا اش باش يؤدي؟ باش يؤدي تفاقم البطاله والاسعار باش تزيد ترتفع ونقعد ندوروا في حلقه بفرة. خاطر الموارد الغذائيه وقت تتقلص منين باش نعملوا؟ لازمنا نزيدوا نقترضوا، وكي نزيدوا نقترضوا في تشوريتينغ وغيرها من الموكلات التصنيف الروسيه ما يهمهمش، هما اللي فونسيال قادر ترجع وكهو انا ما يهموش انت قداش باش تقترض فوالا على حساب بشنو انت عندك في الداخل ما يهموش فوالا بامبورت ما يهمهمش هما فوالا. واضح اي نحاولوا نخدموا استاذ رضا هاي معنا تقريبا به ذكرت كذلك انه الودائع في البنوك التونسية قاعدة تزيد ولكن الاقتراض قاعد ينقص. هو قاعد ينقص شكون الاقتراض؟ قاعد ينقص للمؤسسات الاقتصادية ولكن قاعد يزيد للدولة. على اللي قاعد ينقص المؤسسات الدولية للمؤسسات الاقتصادية علاش؟ خاطر الكلفة نتاع اللي هو نسبة السيدة عالية برشا وتولي التمويل الاستثمار غير مربح، ولكن الدولة هي اللي قاعدة تقترض بنسبة فايدة عالية برشا. تمول فيها كيفاش الدولة وترجع الديون هذوما كيفاش؟ ما هو بالموارد الغذائية نتاعها، يعني الكلفة شكون يتحملها اون فان دو كونت؟ يعني يتحملها المواطن التونسي. وبالتالي هنا فما إشكال. تقول زاد الوكالة يقول حسنت لخاطر الحكومة التونسية قاعدة ماشية في الإصلاحات، هاو حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي قاعدة تنخفض، هذا إصلاح يحب عليه صندوق النقد الدولي، هذا نثبت رواحنا احنا. احنا نحبوا نتعاملوا مع صندوق النقد الدولي ولا لا؟ اللي كان ما نحبوش لو نتبقوا في الإصلاحات، واللي كانوا نتبقوا في الإصلاحات احنا يا نمشي ونمشي نتفاوض مع صندوق النقد الدولي ونقترضوا بنسبة فايدة ضعيفة، خير ما نمشي نقترضوا من بلايص أخرين كما البنك الإفريقي للاستيراد والتوريد اللي هو نسبة الفايدة عالية وعالية جدا. عاد هذا نثبت روحنا وما يكونش الخطاب نتاعنا مزدوج من ناحية نحبوش نتعاملوا مع صندوق النقد الدولي ومن ناحية أخرى قاعدين نطبقوا في الإصلاحات نتاعو. أنا من رأيي الخطاب لازم يكون خطاب موجه للتوانسة، موجه للقدرة لتحسين القدرة الشرائية، موجه لاستحداث نسق النمو الاقتصادي، موجه إلى خلق موارد الرزق. هذا هو اللي يمكننا من تحسين المؤشرات المالية كما العجز التجاري، العجز الجاري، هذا كي وفرنا موجودات معملة صعبة ويزيد يرضي المؤسسات الدولية. واضح. يعني لابد الخطاب بتاعنا يكون موجه للتوانسة مش للمؤسسات الدولية. شكرا جزيلا أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية.